وتسألوا لما يرحلون لا يرغبون فتات دنيا غابرة لو تعلموا لو تنظروا للشوق في تلك العيون الناظرة وتسألون لما يرحلون لا يرغبون فتات دنيا غابرة لو تعلمون لو تنظرون للشوق في تلك العيون الناظرة كنا كان يوم طبيعي ما فيش فيها إشي يعني كنا رايحين على البحر ما فيش إشي خلنا ذات أسهم على البحر ما فيش يعني كان لا قصف ولا أي إشي بالطريق تفاجأنا إنه في صوت في الطريق على البحر يعني فاجأنا إنه في صوت البنات ارتموا والدم صار يجري منهم بنت معها كمان ثلاثة صرنا نصرخ ونجري بالشارع واتصلنا على الإسعاف وأجت سيارة نقلتنا على المستشفى ومن أول لحظة ليان كانت يعني حالتها صعبة وفي أي لحظة كان ممكن يعني نفقدها وصار لصان يعني هي بعد أسبوع راحت شهيدة تركت أحلام وطموحات كانت تحكي لي عنها لكن خلاص كله راح والحمد لله مهما تحكي ما بسمعوش رزائلنا يعني ما أحكيش أحسن فيش إلا صوت نهاية أساسا متأكد ضبيت نبيلة لأنه عرفت عريسة على الأوراق المهمة أو على الألعاب المهمة عندها أساور وحاجات حلوة بس ضبيت إن أنا عرفتها بنتي راحت هي الحين بنفع الندم ولا بنفع الألم والحمد لله طمي عليها من أول ساعة ما قد من الأمل أنا متأكد زي ما أنا شايفة هذا جزء ألعاب أجمل من كده وأحلى من كده حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل علي كان سبب بقتل الأطفال وبقتل الشياب وبقتل الشباب اللي رايح بحر واللي رايح منتزه واللي قاعد في بيته آمن واللي في مزرعته عامل حسبنا الله على كل واحد سبب في هيك مصايب للشعب للناس الغلابة ضحايا الذنبها هي وغيرها الذنبين ايش فعلن ايش سوين هي رايحة على البحر السيارة راكبة سيارة مع جدتها مع امها مع البنات زي باقي الاولاد الاطفال رايحين على البحر صاروخ زنان استطلاع لان بصراحة كانت مميزة للأمانة كانت مميزة في مدارس في مؤسستها بصراحة في علمها طيبة 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 حنونة دائما بقول لك يعني دائما بتحب العلم بتحب اللعب بتحب التفكير البعيد بتحب الاجتهاد تتوجه على كل الدوائر الحكومية والإنسانية والقانونية ويرفعوا قضايا لليان وغير ليان وكل الأطفال لأنه هذا طفل إيش ذنبه بأي ذنب قتل هذا الطفل ليش انقتل ليش يموت أنا ويا كنا بنلعب ويعني بنروح معه على المركز ونطبق مع بعض في الدبكة وكنا من يعني تحت يعني في مهرجان ثقافي في نلعب لعبة القدم كرة القدم فأنا كتير يعني حزينة عليها والله يرحمها ويصبر أهليها كانت معايا في الدبكة في مركز نوار التربوي كانت تدبك حلو هي كانت أحلام كتيرة مثل الدبكة
ونفسها يعني نفسها تطلع انه دبكه.